مستشفى القلب والرنين والذي أنجز على الورق فقط في منطقة الزعفرانية ببغداد، لكن في الحقيقة أرض المستشفى أصبحت مكاناً لرمي النفايات، بينما ذهبت أموال المشروع إلى جيوب الفاسدين. أحد الناشطين صور وتحدث حول هذا الموضوع ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، فلنتابع. سبق ونشرت مقالة حول المستشفيات اللي قالوا انه هي انجزت. انا الان بمنطقة الزعفرانية، هاي قدامكم، هاي مكان مستشفى القلب والرنين. هذا المكان مع المستشفى صارت مطمر، ومن سألت الحارس اللي بذيش الكرفان قال لي مو هاي يطمون يدفنون بها القاع أول مرة حتى يكون أساسها قوي وبعدين فهاي يا وزير الصحة ويا عديل أحمود، مستشفى القلب والرنين في الزعفرانية، الله يطيح حظك أمريكا على هاي الساعة السوداء اللي جبت.